لاعب كرة قدم لكنه من فصيلة المحاربين قرر أخيرا تعليق حذائه إنه زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الواحد والأربعين عاما أعلن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مشواره رفقة ميلان الإيطالي ليزدل السلطان الستار على مسيرة امتدت إلى 24 عاما في ملاعب كرة القدم ابراهيموفيتش يملك بصمة كروية في كل ملاعب العالم، حيث بدأ مسيرته مع مالمو السويدي عام 1999، قبل أن ينتقل إلى أياكس بطل هولندا عام 2001. بعدها انتقل إبرا إلى يوفنتوس، ومنه إلى إنتر ميلان في إيطاليا. قبل أن يخرج إلى إسبانيا من بوابة برشلونة ويعود بعدها إلى إيطاليا مجددا لينضم إلى ميلان ومنه إلى باريس سان جيرمان ويكتب التاريخ هناك عقب الدور الفرنسي انتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد ومنه للدور الأمريكي رفقة لوس أنجلوس جالاكسي قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة بالعودة إلى ميلان الذي توج معه بلقب بالدور الغائب عن الفريق منذ فترة وتوج السلطان باثنين وثلاثين لقبا مع جميع الفرق التي لعب بصفوفها إلا أن دور أبطال أوروبا هو اللقب الوحيد الذي تمنع عن إبراهيموفيتش وخلال مسيرته شارك إبراهيموفيتش في 827 مباراة رسمية سجل فيها 496 هدفا وصنع وأربعة آخرين. ظهور ابراهيموفيتش الأخير شهد حدثا ما كان ينكره دائما مقولته الشهيرة: "الكرة هي من تودع إبرة والكأس هي التي تخسر إبرة" ولكن ما حدث أن ابراهيموفيتش هزمته الإصابات وودع الجنب